الذي عايش المكلا في كابوس مظلم، وكنا عايشين في ظلام ولا ندري وين نتجه وايش مصيرنا وايش واقعنا الذي نقدر نعيشه. فخفنا على ابنائنا وخفنا على اطفالنا وخفنا على ذا عندما تم استقطابهم الى بعض المعسكرات ولا ندري الى وين. فالوضع يعني مأساوي يعني بشكل عام. اولا انه كان احنا عايشين تحت تهديد السلاح، يعني اي انسان يبغى يعبر عن رايه او يبغى يرفض الشيء هذا فكان يعني الشيء هذا ممنوع، يا اما بطريقه اعتقالات او يخفوك يعني في مواقع غير معروفه.